أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامج المشهد الذي نفرده كاملا لمتابعة بنود مواد الدستور الجديد الذي أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم الاستفتاء عليه في 14 و15 من شهر يناير المقبل. ونظرا لضيق الوقت نحن مضطرون للبداية فورا مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة. لا مش القاهرة يعني، أكاديمية عربية تايتل بس بالأكاديمية العربية. أهلا بك دكتور، وسنبدأ الآن معنا باب الحقوق والحريات، وقد يعني انتهينا من مناقشة فصلين من فصوله الأربعة، وهي الفصل الأول الحقوق الشخصية، الفصل الثاني الحقوق المعنوية والسياسية، ونحن الآن في الفصل الثالث الحقوق الاقتصادية، ونبدأ بالمادة 66 والتي يقول نصها: تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال والزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي. نعيد هذه المادة: تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال والزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي. نعم. يعني تفسيرك لكلمة تعمل الدولة، هي يعني في بعض الفصول أو الأبواب أو البنود تلتزم أو تكفل. نعم. يعني ما هو الفرق بين هذه الكلمات الثلاث؟ هو بشكل عام كده في صياغة الدساتير هو الفعل المضارع بيعني الأمر دايما يعني، لكن يمكن في الفترة السابقة أو فترات سابقة كان النص الدستوري بيكون متواجد، لكن تطبيقه الحقيقة ما بيكونش بشكل مثالي قوي. فلذلك المشرع الدستوري في هذه الوثيقة الدستورية استخدم عبارة أو لفظ تلتزم الدولة، يمكن يدي أكتر يعني وضوح للحق الدستوري أو للحكم الدستوري. لكن الصياغات السابقة يمكن في دستور 71 وما قبل ذلك كان دايما تكفل، يعني ما كانش العبارة دايما تلتزم يعني دي أول يعني يمكن مرة لم تكون بهذه الحدة، ولكن نعم. تعمل الدولة، تعمل الدولة يعني بمعنى أنها تشارك في يعني تشارك جهات معينة أو نعم. يعني كلمة تعمل يعني في إطار مجموعة، يعني نحن نعرف أن العمل هو عمل دائما مشترك وليس عملا فرديا، فتعمل الدولة هل في إطار مجموعة من المؤسسات مع مجموعة من المؤسسات على توفير تلك المميزات لصغار هي في النهاية مبادئ أو أحكام دستورية موجودة، قلنا تلتزم أو يتعين أو يجب على الدولة، كل ده في النهاية ده حكم دستوري، لابد أن تلتزم الدولة بكافة ما ورد بهذا المبدأ على إطلاقه يعني. لكن الجديد في هذا الدستور هي كتحديد بقى أو تحويل الشعارات إلى واقع علمي، يعني واقع عملي، أنه قلنا حتى تلتزم الدولة لكن ما حددناش نسبة من موازنة الدولة تتصرف على التعليم الإلزامي أو التعليم الجامعي أو البحث العلمي أو الصحة. لا شفنا ده الحقيقة، أو تحديد حد أدنى أو حد أقصى للمرتبات. ده الحقيقة كان يعني قلت بقى تلتزم تكفل تعمل تضمن في النهاية، هنا لا في التزام محدد على الدولة طيب يعني دكتور، إذا قلنا إن من يتقاضون المعاشات الآن ممن دفعوا خلال حياتهم مبالغ كبيرة في التأمينات الاجتماعية غير راضين عن المعاشات التي يتلقونها ويعتبرونها غير مناسبة لمستوى الحياة، نحن هنا نتحدث عن دولة تعمل على توفير معاش مناسب لمن لم يدفعوا ولم يشاركوا في حياتهم في التأمينات الاجتماعية، يعني الفلاحين، صغار الفلاحين والعمال والزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، يعني بما فيهم العاطلون أيضا. هذا الحق هو أحد مكاسب ثورة 30 يونيو،
انه فعلا لازم الدولة يكون في حياة كريمة لكل مواطن على ارضها. فالنص ده احد المكاسب، يعني هو نص مميز يعني يترتب عليه ان لكل من لا يحصل على هذه النوعية من المعاشات ان يقاضي الدولة مثلا، او يعني ما الذي سيترتب، يعني ما الذي سينتج عن عدم التزام الدولة بهذا النص الدستوري؟ هو من الصعب تصور يعني هذا الامر، انه الدولة لن تقوم بعمل معاش لهؤلاء الفلاحين او العمالة الغير منتظمة. لا، من الصعب تصور انه الدولة لن توفر، لكن هو الخلاف او عدم الرضا هيكون الرقم، هل هو يوفر حياة كريمة مناسبة لهذا الشخص كمعاش ولا لا. لكن تحديدا أنت أثرت نقطة هامة، من الذي سيحدد تلك الفئات، ومن الذي سيحدد يعني ما هي محددات المعاش المناسب لتلك الفئات؟ هو يقينا في قانون سيصدر في هذا الشأن سينظم الحالات التي ستتمتع بهذا الأمر، وهيكون في لائحة تنفيذية تفصيلية، لكن المبدأ الدستوري ما بيتعرضش للتفصيلات. ده احنا أحد عيوب أو الانتقادات اللي كنا بنوجهها للوثيقة الدستورية 2013، إن النص كان طويل، يعني 8 سطور 10 سطور، لكن هنا النص هو وضع المبدأ، وضع قاعدة إنه في مواطن مصري بيعيش على أرض مصر لا يتمتع بتأمين اجتماعي، ملوش مورد رزق، فتم إقرار حق دستوري لي إنه يحصل على معاش من الدولة. من هم هؤلاء الأشخاص المستحقين؟ هم متحددين بشكل عام. قيمة اللي هيحصل عليه ده دور المشرع العادي، يعني دور البرلمان، ودور اللائحة التنفيذية اللي هتصدر في هذا الشأن. طيب نعم. ننتقل إلى المادة 67، والتي تتحدث عن حقوق أيضا تكفلها الدولة. نعم. السكن الملائم، الماء النظيف، والغذاء الصحي حقوق مكفولة، وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجع المبادرات الذاتية والتعاونات الإسكانية التعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال. نعم. يعني هنا تتحدث الدولة عن كفالة لثلاثة من العناصر الرئيسية التي تعتبر من حقوق الإنسان: السكن الملائم، الماء النظيف، الغذاء الصحي. نعم. يعني حقوق مكفولة. يعني كيف تعتقد أن دولة في مستوى مصر الاقتصادي يمكن أن تلتزم بهذه البنود الثلاثة التي تعتبر من المشاكل المزمنة في مصر على مدى على الأقل 60 سنة الأخيرة؟ نعم. يعني بالنسبة للسكن، إنه هيكون في التزام على عاتق الدولة إنها تمد المرافق أكتر للمناطق الصحراوية علشان التوسع العمراني يكون مقبول، يعني ما يكونش البنى على الأرض الزراعية. ده مضمون الحقيقة الحق، واللي لابد من صدور قوانين تنظم هذا الأمر، يعني يكون في تناسب. الزيادة السكانية كل عام هنفترض 2 مليون، يبقى لازم يكون في إمداد لمرافق تقارب الأمر ده. مسألة الماء يعني ده احنا محتاجين الحقيقة قانون أو تطبيق أحكام القانون على موضوع تلوث المياه والنهر، وإن الدولة لما تمد مرافق لازم تكون مطابقة للمواصفات والمعايير. أنا أعتقد أن صياغة الحق ده هيكون تنفيذ هذا المبدأ الدستوري، لأنه بالصياغة دي ما كانش موجود في نصوصنا السابقة، أنه حديث عن السكن، عن الماء، عن الأكل، كون بيتم صياغته كحق دستوري، ده دور بقى المشرع في التفصيلات. نعم. انه يحط الحماية القانونية والجنائية لتنظيم هذا الامر. طيب دكتور محمد، يعني اسمح لنا بفاصل قصير، نعود بعده لاستكمال بنود مواد الدستور الجديد. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لمناقشة بنود الدستور مع ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور محمد الذهبي. We'll be right back.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وما زلنا نناقش معكم بنود مواد الدستور الجديد مع الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري، وقد وصلنا إلى المادة 68 والتي يقول نصها: المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون. مادة طويلة جدا، 8 سطور. هو نص طبعا على حق المعلومات والبيانات والإحصاءات، ان ده حق ملك للشعب وده حق ملكنا، لكن هو الجديد في هذا الامر التزام، وهنا اللفظ محدد انه تلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها اللي هي حرية تداول المعلومات. نعم. اللي دايما كان في شكوى ان احنا ما عندناش معلومة، يعني تحس ان ثقافتنا قائمة على الإشاعة، في إشاعة وبنقعد نتناقلها وننتقد وما عندناش معلومة على أساس علمي نقدر نبني عليها رأينا أو نبني عليها أفكارنا. لا، هنا النص ده مهم قوي، مع اعتراضي بس على أنه نص طويل جدا، كان يكتفي بس أنه يتكلم عن أنه حرية تداول المعلومات ده التزام على عاتق الدولة وده حق لينا، ومسألة بقى وحماية الوثائق والمعلومات ويحيل هذا الأمر للقانون وللائحة، هي اللي تنظمه تفصيلا. إطالة المادة هي اللي أمر غير مقبول، لكن نص دستوريا على حرية تداول المعلومات ده أصبح أمر يعني إحنا في العصر الثالث، يعني عصر الزراعة ثم عصر الصناعة وهذا عصر تكنولوجيا المعلومات، يعني لابد أن يكون هناك نص يعطيني هذا الحق في الحصول على المعلومات. يعني دكتور تحديدا، يعني في مجال حرية تناول المعلومات، وسأعطيك مثلا، يعني الجهاز المركزي للمحاسبات غالبا ما يراقب العديد من الأجهزة